السلام عليكم. هادو هما الخيام اللي دابا وجدناهم الناس اللي في القرى اللي تصابوا بالزلزال وفقدوا الديور ديالهم. كما كيف كتشوفوا كتقدر الكواليتي مزيان كيحمي من الشتاء ومن البرد. هانتو كتشوفوا عندهم التضويه ديالهم يقدروا يساعدوا تقريبا 50 60 واحد هنايا ديكو الناس. وكنقدروا نديروا لهم الانستالاسيون ديال الضو ماشي دابا بغينا نديروا المكيف ولا السخان. هذا دابا عير بروفيزوار هكذا، لكن ان شاء الله نطلبوا من الله عز وجل يوصلوا هذا الاسبوع باش نقدروا نساعدوا الناس ان شاء الله اللي دابا فقدوا الديور ديالهم، باش نديبانوهم هاد الاشهر اللي ماجيين ان شاء الله ويكون خير ان شاء الله. ونطلبوا الله عز وجل القبول، وكنطلبوا من الناس يتساعدوا معنا ويتساعدوا مع الناس ويدعيوا في سبيل الله باش نقدروا نساعدوا اي واحد اصابته هذه المصيبه. وان شاء الله طلبوا الله التضامن مع الناس، الله يسر الامر.